وتحالف الحشم الوطني. هذا التحالف تم تأسيسه من قوى وطنية وشخصيات هدفها الارتقاء بالعمل السياسي. اي لك عين، اي رجعونا لقارة الزمن الجميل، ورجعونا ذيك الناس الحلوة اللي كانت تشتغل بيدها ويستونها لخدمة المواطن العراقي، مثل اسامة النجيفي، رافع العيساوي، قاسم الفهداوي، واللي بسببهم هتقدر تغمض عينيك. خوكة تيب الجمهوري وين ما يقعد يقول احنا اخر الرجال من الزمن الجميل. وطبعا هذا التحالف اكيد هالمره جاي وباهداف جديده ومشاريع رائده تغير الواقع العراقي، صح؟ ان اهم هدف يسعى اليه هذا التحالف احترام هويه المحافظات المحرره التي عانت الكثير بسبب الارهاب والسياسات قصيره النظر والمنهج الطائفي المقيت للبعض. والله عاش سيدك فعلا، هسه انت خليت اصبعك عجرح لان ذول الطائفيين كل ما نمشي خطوه لقدام يرجعون المربع النعرات الطائفيه والتخندق الطائفي، ومن وراهم اكلنا بالخاشوقه، بحيث وين ما يشوفهم قدام يحجون بهذا النفس البغيض اللي ما يولد غير الحقد والكراهية وإثارة الفتن والتفرقة بين أبناء البلد الواحد. مثلاً لسنا مع الشيعة أكثر من الكرد، نحن نعتقد أن في بغداد تبنى دولة دينية الآن وهي ضد إرادة الدستور وضد إرادة الشركاء، والحكومة المحلية كانت مظلومة في سياسات طائفية على مدى سنوات طويلة لديها مفهوم مختلف وهي مفهوم نشر المذهب أو نشر التشيع، وبالتالي تصطدم بمجتمعنا السني. خاف منها على أنه تخاف تنشر التشيع ولا تصير شيعة، لا تصير شيعة. أستاذ أسامة، يعني أنت ما لقيت هدف غير القضاء على الطائفيين اللي أنت وأخوك أثيل مصدر قائمتهم؟ الرجل ده عبيد جدا. يا اخي قول سوف نقضي على الفاسدين. لا لا لا، يقضي على الفاسدين شلون؟ ونص تحالفهم طالع بكفاله متهم فساد. يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيك يعني. بس لا ننسى انه هذا التحالف بيواجه شخصيات نزيهه. تقول لي بفاسدين اني وياك، بس ايش قد عددهم يعني؟ 90% من هؤلاء هم مكفلين بقضايا فساد وتم اخراجهم بكفاله. ايه وش علينا؟ وذا اغلبهم قفاصه وطالعين بكفاله، اللي يهمنا الرؤوس الكبار بهذا التحالف واللي ما عليهم اي شائبه وتهمه فساد، مثل سلمان الجمويلي، قاسم الفداوي، الله، جمال الكربولي، الله، رافع العيساوي، الله. وهذا بحد ذاته راح يعطيك قوه للتحالف وراح يخليه تحالف متماسك ومو سهل اختراقه وتفكيكه. مني تحالف الأنبار الموحد بسلسلة من الهزائم خلال الأيام الخمسة الماضية. شيماء محفوظ رعد، جاسم الراوي بالانسحاب من تحالف الأنبار الموحد. محامي أنور العلواني أعلن انسحابه من تحالف الأنبار الموحد. لا يا الله لك، والله تعبتوني، صار لي شهرين ألبق بهذا التحالف ويشقق، مو تحالف ضيم. أدري جماعة الكربولي ما عرفت شربته إنه بهذا نائب، طلع عم قوم أخذ تحالفك ما تفلش، قوم هذا بعد ما رمبي لا مداواه ولا لبخ، ولكم صديق كذي تحالف ما صاركم غير اسبوعين وشقق العداء صعدوا وصاروا مناصب ومكاسب، وذني لك وذني لي وهاي حصتك وهاي حصتي، يمكن يصير بيناتهم بنعل. بعد يا اهل تلزمه منهم تقول له يابا انت مشروعك ويا رافع لو ويا جمال، يقول لك لا انا لا ويا هذا ولا ويا هذا، انا مستقل. كل واحد يشتغل ببعده مثل جوكة النغوله. لا الجدار الصلب والبنيان المرصوص اللي جمال الكربولي صار له شهرين مصر بيه براسنا وين؟ إذ أكد التحالف تماسك قياداته وقواعده الجماهيرية بعد الحملة التي شنتها الأقلام المأجورة. هلا لا هسه من صدق صارت؟ بنعل. تخيل جمال الكربولي وسعد البزاز يصعدون لايف. هاي وي هاي وي هاي وي. أطل خلا. أطل خلا. جمال هسه انت تريد تقول سعد البزاز رخيص ماجور، هذا شيء بينك وبينه، بس بالنسبه للاسماء اللي سمعناها سحبت مو هذا بتحالفكم، لو هاي اسماء فريق منتخب الفضل بلعبه المحيبس.